أنا سعيدة بوجودي النهاردة في مؤتمر الأخوة الإنسانية، بالتأكيد تحية خاصة لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب أبويا. الحقيقة يعني عايزة أشكره أولاً لترشيحه لي للمشاركة في هذا المؤتمر. هذا المؤتمر خاص ومهم وحدث تاريخي، إن إحنا في الحروب وفي الصراعات اللي موجودة في أنحاء العالم نجد مؤتمر الحقيقة بيرعى مفهوم القيم والأخوة الإنسانية. بالتأكيد إنه فكرة فضيلة الإمام الأكبر بتنظيم هذا المؤتمر، وبالتأكيد دولة الإمارات الشقيقة باستضافة هذا المؤتمر وهذا الجمع الغفير من كافة الديانات والثقافات والجنسيات، إن هم يجوا ونستمع إلى بعض ونتقبل البعض ونشوف مفاهيم ممكن تكون غابت عننا في هذا العصر التكنولوجي. بتكلم عن القيم العربية والأخلاقيات العربية اللي هي دي أساس القيم الإنسانية. بالتأكيد إنه حضور فضيلة الإمام الأكبر وأيضا برفقته البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في دولة الإمارات، الدولة التي ترعى أكثر من 200 جنسية على أراضيها، والحقيقة بوتقة تنصهر فيها كل الثقافات والجنسيات والديانات، نموذج جيد جدا لاستضافة هذا المؤتمر. أنا سعيدة بالمشاركة وسعيدة الحقيقة من كل الكلمات اللي تمت في هذا الحدث. بالتأكيد الجلسة الختامية بتواجد فضيلة الإمام الأكبر وأيضا البابا فرانسيس حيثري من هذا المؤتمر، إنما هو بالتأكيد حدث فريد وحدث لابد من إن احنا نسلط الضوء عليه، ويا ريت من المزيد من هذه المؤتمرات لإعلاء قيمنا العربية.